أهلا بكم، وهذه التغطية المستمرة على القاهرة الإخبارية والتي نتابع فيها تداعيات الغارة الإسرائيلية التي استهدفت الضاحية الجنوبية بالعاصمة اللبنانية بيروت، حيث أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه استهدف في بيروت اليوم القائد المسؤول عن هجوم مسجد شمس وقتل العديد من المدنيين الإسرائيليين حسب قوله. وذكر إعلام إسرائيلي أن القيادي في حزب الله اللبناني فؤاد شكر هو المستهدف في الغارة على ضاحية بيروت الجنوبية. وقد استهدفت الضربة الإسرائيلية حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت بالقرب من مجلس شورى حزب الله اللبناني. يأتي هذا فيما قال وزير الدفاع الإسرائيلي آف جالانت إن حزب الله اللبناني قد تجاوز الخط الأحمر، وقال إنه تم الرد. من جانبه قال مسؤول إسرائيلي آخر إن إسرائيل ليس لديها نية لبدء الحرب، وأشار في الوقت نفسه أنه حال قيام حزب الله بالرد بطريقة مختلفة فإن المواجهة يمكن أن تتسع. كان المجلس الأمني الإسرائيلي المصغر قد فوض الأحد الماضي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يؤاف جالانت لاتخاذ قرار الرد على حزب الله عقب الهجوم الصاروخي الذي استهدف قرية مجدل شمس بهضبة الجولان السوري المحتلة والذي أسفر عن مقتل 12 طفل، وهو الهجوم الذي حملت إسرائيل حزب الله المسؤولية عنه. على جانب آخر، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة ستواصل المساعي الدبلوماسية لتجنب تصعيد الصراع بين إسرائيل وحزب الله. وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدن باتيل إن بلاده تعمل من أجل التوصل لحل دبلوماسي يسمح للمدنيين الإسرائيليين واللبنانيين بالعودة إلى ديارهم والعيش في سلام وأمن على حد قوله. وشدد المتحدث الأمريكي على موقف واشنطن الثابت بالوقوف إلى جانب إسرائيل وبدعمها بكل ما تحتاجه. ينضم إلينا من الجنوب اللبناني أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية، وكذلك ينضم إلينا من بيروت مصطفى عبد الفتاح مراسل القاهرة الإخبارية. أحمد ومصطفى أهلا بكما، وأبدأ مع أحمد حيث أنت متواجد الآن في الجنوب اللبناني، يعني كيف هي الأجواء الآن بعد الغارة الأخيرة على حارة حريك؟ نعم، تحياتي لك في البداية. ربما الوضع الآن هو الهدوء الحذر الذي يسيطر على طول الحدود اللبنانية اللبنانية مع الترقب الكبير لما ستكون عليه أو رد فعل حزب الله من الجنوب اللبناني باتجاه أي من المواقع الإسرائيلية سواء مواقع عسكرية أو مستعمرات مدنية، لأن العملية في الضاحية الجنوبية استهدفت بشكل كبير المدنيين، فبالتالي ربما سيكون الرد موجه باتجاه مستعمرات إسرائيلية، وذلك وفقا للقاعدة التي تمسك بها حزب الله على مدار الأيام الماضية رغم كافة الضغوط الدولية، وهي أن المدني مقابل المدني والتصعيد مقابل التصعيد والعمق مقابل العمق. فمن المرتقب أن تكون الجبهة اللبنانية ربما ساحة خلال الفترة أو الساعات القليلة المقبلة لرد من قبل حزب الله وفقا لهذه المعادلة. ربما يكون هذا الرد يستهدف بعد أكبر أو مسافة أكبر في العمق الإسرائيلي، وربما يكون أيضا باتجاه مستعمرة من المستعمرات الإسرائيلية، وأيضا يكون هناك تصعيد في هذا الأمر، علما بأن وفقا للتقديرات أن العملية التي حدثت في الضاحية الجنوبية هي عملية محدودة وليست عملية كبرى كما كان يهدد جيش الاحتلال الإسرائيلي، فهي عملية اغتيال بصواريخ موجهة استهدفت مبنى في منطقة الضاحية الجنوبية ولم تستهدف أي من المنشآت الحيوية أو المنشآت الرمزية لحزب الله حتى في الضاحية الجنوبية. ربما يمكن أن يكون التصعيد الوحيد في هذا الأمر هو أن هذه العملية حدثت في الضاحية
الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت التي تعد المعقل الرئيسي لحزب الله والتي تعد أيضا عاصمة حزب الله في الدولة اللبنانية. فبالتالي هذه الأمر لها دلالة ولها رمزية كبيرة، سيحافظ أيضا من المرتقب أن يحافظ عليها حزب الله في عملية الرد، أن يكون الرد أيضا يستهدف عملية أو منطقة لها رمزية خاصة لدى الدولة أو جيش الاحتلال الإسرائيلي، وأن تكون أيضا لها بعد مدني مثلما كان للضاحية الجنوبية في العاصمة اللبنانية بيروت بعد مدني. وبالتالي الترقب هو سيد الموقف بعد سلسلة من العمليات الكبرى التي نفذها حزب الله من الجنوب اللبناني منذ صباح اليوم وحتى الآن، والتي تجاوزت 11 عملية من الجنوب اللبناني استخدمت فيها أسراب من المسيرات، استخدمت فيها صواريخ، استخدمت فيها كافة الأسلحة التي يستخدمها حزب الله منذ بداية التوترات وحتى الآن. هل تجد أي أجواء مغايرة للمواجهات السابقة خلال الأشهر العشر الماضية بعد قيام إسرائيل باستهداف منشآت سواء في الجنوب اللبناني أو حتى في الضاحية الجنوبية؟ كان يأتي دائما رد حزب الله، هل ترى بأن الأجواء الليلة تختلف عن سابقاتها من المواجهات في الفترة الأخيرة؟ ربما في نقطة رئيسية في هذه المواجهات على الجبهة الجنوبية اللبنانية خلال اليومين أو الثلاثة أيام الماضية تحديدا فيما يتعلق بالاختلاف الذي تحدثت عنه، بعد عملية مجدل شمس وقيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بتوجيه الاتهام بشكل مباشر لحزب الله بهذه العملية وإطلاق تصريحات وتهديدات ربما غير مسبوقة تهدد بإزالة الضاحية الجنوبية واستهداف مطار بيروت واستهدافات لمنشآت حيوية في الدولة اللبنانية واستهداف معمل الزهراني أو محطة توليد الكهرباء في الزهراني هنا في الجنوب اللبناني، وكافة هذه التهديدات غير المسبوقة التي صدرت من الجنوب من جيش الاحتلال الإسرائيلي، كافة هذه التهديدات ربما كان يظن جيش الاحتلال أن هذه التهديدات ربما وأيضا الضغوط الدولية ستجعل حزب الله يصمت ولا يرد على أي عمل من قبل إسرائيل باتجاه الأراضي اللبنانية. في اليوم التالي لعملية مجدل شمس أمس الأول قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ سلسلة من الغارات الجوية في مناطق مختلفة بالجنوب اللبناني، ولم يرد حزب الله سوى بعمليتين فقط في عدد أقل مستوى أقل عدد من العمليات في اليوم الواحد منذ بداية التوترات ردا على جيش الاحتلال. فبالتالي ظن جيش الاحتلال أن حزب الله قد لا يرد على أي عملية في تحدث على الأراضي اللبنانية، وبالتالي رفع من مستوى العمليات على مدار يوم أمس فرد حزب الله بثمانية عمليات، رفع مستوى العمليات أيضا اليوم فرد حزب الله بإحدى عشر عملية من الجنوب، ربما أغلبها عمليات كبرى من الجنوب اللبناني. فربما هناك يقين لدى جيش الاحتلال أن حزب الله سيرد، وبالتالي هذا هو التغير الرئيسي في الجبهة الجنوبية اللبنانية، أن الإصرار على الرد ربما هو السمة الأغلب والأعم هنا في الجنوب. هناك يقين لدى كافة الموجودين في الجنوب اللبناني أن هناك رد قادم من حزب الله على الاعتداء على الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت. طيب أتحول إلى الزميل مصطفى عبد الفتاح مراسل القاهرة الإخبارية، وأنت الآن في قلب بيروت، يعني كيف هي الأجواء، خاصة وأن CNN نقلت عن مصدر لبناني رفيع المستوى بأن شكر على قيد الحياة أو الحاج محسن كما يلقب يعني في حزب الله بأنه على قيد الحياة ولم يقتل، هل لديك مصطفى أي أخبار فيما يتعلق بشأن مصيره؟ يعني وقتا للتقارير الإعلامية الصادرة هنا خصوصا عن حزب الله بأنه لم يقتل بالفعل، وذلك نظرا لما أعلنته بعض الوسائل الإعلامية الصادرة عن حزب الله. نتحدث عن الوضع بشكل عام هنا في محيط المنطقة الجنوبية التي وقع فيها الاستهداف، هذه المنطقة ونحن الآن في محيط مستشفى بهمن، وهذا هو أحد أكبر المستشفيات الواقعة في العاصمة اللبنانية بيروت، وهذا هو الطريق المؤدي إلى المستشفى، وهذا الطريق الذي أغلقته قوات الأمن بعد حالة الاستنفار الأمنية التي أعلنتها السلطات الدولة هنا في لبنان في محيط مكان استهداف الذي تم بطائرة مسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي، وأيضا محيط مستشفى بهمن هناك حالة من حالات الاستنفار الأمني الكبرى التي أعلنتها سلطات الدولة في محيط
المكان المستهدف وفي مستوى المستشفى. نتحدث ايضا عن ما يقرب من 35 حاله من المستهدفين هم الذين وصلوا الى مستشفى بهمن حتى الان، فيما هرع سيارات الاسعاف وما زالت تتناقل ما بين المنطقه التي تم استهدافها والمناطق القريبه، خاصه وان هذه المنطقه هي منطقه في الاصل سكنيه وان كانت هي احدى المناطق التابعه لحزب الله وبها اقساط كثيره لحزب الله، ولكن ما تقصد هي منطقه سكنيه ومنطقه محتفظه بالسكان وهي منطقه معروف عنها شوارعها الضيقه، لذلك فهذا الاستهداف نتج عنه ايضا استهداف عده بنايات سكانيه، وهذا هو الرقم الذي وصلنا حتى الان 35 حاله من الاصابات، وهو رقم مرشح للزياده وفقا للمصادر التي اعلنتها او للاقاويل التي اعلنتها وزاره الصحه هنا في لبنان. نتحدث عن الشارع بشكل عام هنا في العاصمه اللبنانيه بيروت، فنقول انه ومع وقوع هذه الحادثه كانت هناك حاله من حالات الهلع لدى المواطنين، خاصه في محيط المنطقه التي وقع بها الاستهداف وفي الشوارع المؤديه الى المطار وجميع الشوارع القريبه، كان هناك بعض الازدحام نتيجه لهرع كثير من المواطنين، ولكن بعد مرور حوالي ساعه من العمليه التي نفذتها قوات الاحتلال بدات الامور مره اخرى تعود الى الهدوء باقي شوارع. هل في انباء بخصوص حركه الطيران مصطفى من والى مطار بيروت؟ هل وردتك اي انباء بخصوص المطار؟ نعم، يعني بالاتصالات التي أجريناها وحتى الآن لم يصدر أي بيان عن مطار رفيق الحريري أو شركات الخطوط الجوية التي كانت قد أعلنت بعض الشيء لرحلاتها من تأجيل وتعطيل عن إجراء طارئ عقب هذا الحادث. الأمور تسير على طبيعتها، جميع الرحلات في مواعيدها التي قررتها أو التي قررها مطار رفيق الحريري مع شركات الطيران الدولية والعربية التي ما زالت تعمل من وإلى العاصمة اللبنانية بيروت. ونتحدث أيضا عن أن شركة الخطوط الشرق الأوسط اللبنانية كانت قد أعلنت صباح هذا اليوم عن تأجيل بعض الرحلات التي تصل مساء هذا اليوم إلى صباح اليوم التالي، وذلك في صورة إجرائية تتخذها سلطات المطار لتخفيف أعداد الطائرات، وهو إجراء احترازي تتخذه سلطات المطار خشية وقوع أي أعمال عدائية تجاه مطار رفيق الحريري. وفي تصريح أيضا لمدير المطار قال صباح هذا اليوم لأنه من المستبعد استهداف المطار، ولكن المكان الذي تم استهدافه اليوم هو في طريق المطار وقريب من المطار، ولكن حتى الآن وكما تسأل لم تصلنا أي أنباء عن إعاقة أو تحديد وتعطيل لحركة الطيران في مطار رفيق الحريري. طيب أعود مرة أخرى إلى أحمد سنجاب في جنوب لبنان. أحمد، يعني الحكومة اللبنانية ستعقد اجتماع غدا من أجل النظر في التداعيات، برأيك ما أبرز المواقف التي قد تخرج من الحكومة اللبنانية؟ نعم، ربما ستكون أبرز المواقف التي تخرج من الحكومة اللبنانية هو إدانة هذا العمل مثلما أدانه رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي قبل قليل، وأيضا ربما الموقف الثاني الآخر هو الإعلان عن تقديم شكوى إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي فيما يتعلق بهذا العدوان على العاصمة اللبنانية بيروت، مثلما كان هناك اعتداء آخر أو مماثل في الثاني من شهر يناير الماضي حينما تم استهداف صالح العروري القيادي في حركة حماس وعدد من مرافقيه في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت. ربما الموقف الثالث أيضا هو تفعيل خطة الطوارئ الوطنية والتي أقرتها الحكومة في منذ بداية التوترات في الجنوب اللبناني تحسبا لأي توسع للعمليات في الفترة المقبلة، وخصوصا أن هناك تأهب وإصرار من قبل حزب الله على الرد رغم كافة الضغوط التي حاولت إثناؤه عن الرد على هذه العملية. فبالتالي هذه أبرز الأمور، وخصوصا أن هناك أيضا ربما تزامنت الغارة الجوية الإسرائيلية مع وصول رئيس عمليات الأمم المتحدة للسلام إلى الجنوب اللبناني، هو الآن في الجنوب اللبناني في مقر قيادة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل والمتواجدة في القطاع الغربي في بلدة الناقورة في الجنوب اللبناني. المسؤول الأممي من المقرر أن يعقد أيضا سلسلة من اللقاءات غدا مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، مع وزير الخارجية اللبناني عبد الله أبو حبيب، ومع قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون. كافة هذه اللقاءات تهدف إلى هدف واحد، وهو كيفية احتواء التوتر وأيضا التطبيق الكامل للقرار 1701 خلال الفترة القليلة المقبلة. أشكرك شكرا جزيلا أحمد سنجاب مراسل
القاهرة الإخبارية في الجنوب اللبناني، وكذلك شكرا لمصطفى عبد الفتاح مراسل القاهرة الإخبارية في بيروت، شكرا جزيلا لكم. ينضم إلينا الآن من بيروت السيد عدنان منصور وزير الخارجية اللبناني الأسبق، وكذلك أرحب بضيفي من رام الله السيد تيسير نصر الله عضو المجلس الثوري لحركة فتح الفلسطينية، وأرحب بضيفي من القاهرة الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية. ضيوفي الكرام أهلا بكم جميعا، وأبدأ مع ضيفي من بيروت وزير الخارجية اللبناني الأسبق السيد عدنان منصور. سيد عدنان، يعني كيف ترى هذه التطورات الأخيرة المتلاحقة منذ الهجوم على مجدل شمس وما تبعه من ردود أفعال خاصة اليوم من قبل إسرائيل؟ أولا تحية لكم. أهلا بكم. فيما يتعلق بالعدوان الأخير الذي حصل اليوم في ضاحية لبنان، في ضاحية بيروت الجنوبية، والتي أودت بحياة عدد من المدنيين، هذا العدوان لم ينفصل عما كان يحضره العدو الإسرائيلي منذ أيام من خلال التصريحات التي أدلى بها القادة العسكريون وأيضا السياسيون. إسرائيل منذ وجود نتنياهو في الكونغرس الأمريكي وهو قال علنا أنه ذاهب للحرب حتى النهاية، هذا يعني أنه يريد توسيع العمليات العسكرية. وبالفعل ما قامت به إسرائيل في مجدل شمس حملت المسؤولية للمقاومة لحزب الله، وهذا الأمر الكل يعرف أن إسرائيل هي التي أطلقت الصاروخ لتستهدف صاروخ آخر سقط في مجدل زلم، هو صاروخ إسرائيلي بمجدل شمس وهو صاروخ إسرائيلي. إسرائيل أرادت أن تجيش الرأي العام العالمي كله وتحمل المسؤولية لحزب الله على أساس أن القرية العربية مجدل شمس تنتمي إلى الطائفة الدرزية الكريمة، ونحن نعلم في لبنان هناك طائفة درزية وفي سوريا وفي فلسطين. صحيح. أرادت أن تخلق شرقا في الداخل اللبناني بين الطوائف وضرب النسيج الوطني اللبناني. اليوم إسرائيل قالت أنها تريد أن ترد على ما جرى في مجدل شمس، وهي حجة وزريعة، وهي أرادت إسرائيل أن توسع من نطاق عملياتها. فاستهدفت شقة سكنية في شارع في حي سكني مكتظ بالمدنيين وبجانب مستشفى من أكبر المستشفيات في الضاحية، وألحقت الضرر بعشرات المدنيين من خاصة من الأطفال. هل تعتبرها رسالة سيد عدنان؟ هل تعتبرها رسالة من إسرائيل إلى حزب الله؟
هي رسالة، ولكن قالت المقاومة أننا لن نسكت على أي عمل عدواني تقوم به إسرائيل. إذا ما قصفت المطار، هناك المطار مقابل المطار، وهناك الكهرباء مقابل الكهرباء. المقاومة اللبنانية اليوم لن تسكت وسترد على إسرائيل، سترد على هذه الضربة، لأنها عدوان بكل المقاييس. عندما تقصف إسرائيل بصاروخ حي سكني، حي مدني مقتص بالناس بالساكنين، وعدد الضحايا تجاوز 30 يعني جريح، غالبيتهم من الأطفال، غالبيتهم من الأطفال، أكثر من 15 طفلا، وأيضا هناك شهيدة من أصل شهيدين. هذا يعني أن إسرائيل بعملياتها العسكرية اليوم أرادت أن توسع من نطاق العمليات العسكرية، لأنه للفعل له رد فعل. نعم. والمقاومة سترد حتما ولن تسكت رغم كل ما هناك من تصريحات خارجية تصدر أجل تهدئة الوضع أو غير ذلك. طيب اسمح لي سيادة الوزير عدنان، يعني أن أنتقل لضيفي من القاهرة الدكتور طارق قامي. دكتور طارق، هل تتفق مع هذا السيناريو بأن إسرائيل تحاول من وراء عملية مجدل شمس جر حزب الله إلى مواجهة، أم أنه في إطار رد الفعل والرد بالمقابل، يعني أو الرد المحتوى أو احتواء الرد؟ التعبيرات الحقيقة يعني متنوعة فيما يتعلق بالمعادلة والسجال بين حزب الله وإسرائيل. هل ترى بأنها كذلك أم أنها محاولة من إسرائيل لجر لبنان إلى حرب مفتوحة؟ جر لبنان إلى مواجهة، خصوصا وأنه قواعد الاشتباك تتغير على الأرض، لم تعد هناك قواعد ولا هناك ضوابط ومعايير للمواجهة، وبالتالي إسرائيل تتحدث الآن على إمكانية القدرة والمواجهة على 7 جبهات. هذا الأمر يثير قلق كبير، أنه القضية ليست في تدبير إسرائيل لهذا الإجراء والعمل عليه، وبالتالي الدخول في مواجهة مع لبنان، لأنه كما تعلم المستوى العسكري في إسرائيل لديه كثير من التحفظات على عملية عسكرية كبيرة، وإنما الحديث عن عمليات محدودة منضبطة محسوبة، لكن لا أحد يضمن أن هذه الأمور ستستمر بصورة كبيرة. وهناك محاولة من قبل إسرائيل لجس نبض تعامل حزب الله وإمكانية الرد. القضية ليست حضرتك أستاذ عمرو الردع والردع المقابل، هذه كانت موجودة في مراحل معينة، لكن لا أريد أن أقيس حسابات القوى الشاملة بالنسبة للطرفين، لأنها لا تخدم المقاومة ولا تخدم حزب الله. بطبيعة الحال حسابات القوى الشاملة للأسف أن نقول أنها تعمل لصالح إسرائيل، وبالتالي القضية ليست في استهدافات لقيادات ميدانية. حضرتك تعلم طوال الأشهر الماضية تم اصطياد عدد كبير وتصفية عدد من القيادات الميدانية لحزب الله، وهي قيادات مؤثرة بالمناسبة، ربما لما يتناولها الإعلام بصورة جيدة، لكن هي قيادات مؤثرة فاعلة في العمل الميداني وفي الوحدات الصاروخية وفي تطوير القدرات البنيوية لحزب الله، ولم تتحرك الدنيا كما تصورنا بصورة أو بأخرى. اليوم نقطة من أول السطر بصرف النظر عن عملية استهداف يعني الحاج محسن الاسم الحركي دي وفؤاد شكر طبعا كما تعلم هو مسؤول الوحدة الصاروخية أيا كان، لكن لا أعتقد أنه القيادات الميدانية موجودة أصلا في الضحية، يعني ألف باء الأمن والمتابعة الاستخباراتية لا يوجد بطبيعة الحال قيادات موجودة. الآن إسرائيل حضرتك ساهبة إلى عمل عسكري شامل تجاه لبنان، وللأسف أن نقول أنه ستتم بعمليات محسوبة محدودة، لكن لن تكون حرب شاملة. ولكن ما هي المؤشرات دكتور؟ يعني قد يكون أن ما حدث اليوم هي محاولة فقط للرد، وأنه جاء في السياق حتى ما طلبته واشنطن بأن تكون هناك رد معقول، رد لا يجر المنطقة إلى مواجهة مفتوحة، وقد يكون كذلك بدليل أن وزير الدفاع يوآف جالانت قال بأنه تم الرد. يعني أنا في تقديري الشخصي أنه هناك رد، لكن لن يكون رد محسوب، يعني في مواقف سابقة كما تعلم حضرتك
حزب الله لم يرد في موضوعات عماد وفي موضوعات كثيرة عماد مغنية وفي في في سوابق لحزب الله أنه يستوعب الضربة أو المواجهة وقضي الأمر ولا يرد. لكن هذه المرة أنا أشير إلى بعض المؤشرات لدى إسرائيل. أولا الحكومة المصغرة منحت تفويضا كاملا لنتنياهو في ظل غياب طبعا مجلس الحرب اللي تم حله هو وجالنت وليس وزير ورئيس الأركان، وهذا له معنى كبير أنه القرار العسكري والسياسي أصبح في دائرة شخصين، هذا أمر غاية في الخطورة. والقضية أنها تمت في سياق الوزراء المستوطنين الذين يثيروا بعض المشكلات. إذن إسرائيل أنا في تقديري وهناك رهانات كبيرة في المستوى العسكري والسياسي أنها ستذهب إلى عمل عسكري، وقد نفاجأ أنه خلال الساعات المقبلة ستكون ضربات، وربما الضربات تصل إلى مناطق غير محسوبة خارج نطاق بنك الأهداف الموضوع أصلا منذ عدة أسابيع. طيب إن حصل هذا السيناريو الذي يتوقعه دكتور طارق فهمي، سيتسير نصر الله أنت عضو المجلس الثوري لحركة فتح، في هذه الحالة ما هي التداعيات التي ستكون على الشأن الفلسطيني خصوصا في ملف قطاع غزة؟ يعني فيما يجري في قطاع غزة الحرب مستمرة والعدوان مستمر. يعني يوم أمس كان هناك احتجاجات لدى المستوطنين في سجن بيت إيد عندما اعتقلت إسرائيل مجموعة من الجنود الذين اغتصبوا أسرى فلسطينيين وأخذتهم إلى سجن بيت إيد، وتم اقتحام السجن من قبل المستوطنين. ويعني كانت إسرائيل تتضرع بأنها ستذهب هناك عدد من الكتائب، يعني أكثر من كتيبة لحماية السجن، وقالت أن هذا سيؤخر الضربة التي كانت تحضر لها إلى حزب الله ردا على ما جرى في مجدل شمس، رغم أن يعني كما ذكر الزملاء أن هذه يعني الحادثة يعني تمت بصاروخ إسرائيلي وهذا يعني أمر مثبت، ولكن إسرائيل تحاول يعني أن كما تقول دائما أن تستعيد قوة الردع التي فقدتها، فلذلك هي يعني ضربت اليوم الضاحية الجنوبية في بيروت واستهدفت مدنيين أيضا وأطفال، وأعتقد أنها عملية فاشلة، ولكن يعني الأمور بوجهة نظري تتجه نحو التصعيد في الشمال، ولكن فيما يجري في قطاع غزة لن يؤثر يعني هذا الحدث في الشمال عما يجري في قطاع غزة، لأن إسرائيل يعني غرقت في رمال غزة. ولكن سيد تيسير أنا أعتذر جدا للمقاطعة، ولكن البعض يقول بأن إسرائيل في هذا التوقيت تصرف الأنظار عما تفعله في غزة، أولا من المجاعة، من تقسيم القطاع وفصل الشمال عن الوسط عن الجنوب، وإحكام القبضة على مدينة غزة والمناطق الشمالية في غزة، وأيضا ما يحدث حتى في الجنوب، وبالتالي هي تقطع أوصال قطاع غزة إلى مناطق وكانتونات معزولة، وتستغل ما يحدث في لبنان أو على الجبهة الشمالية من أجل ألا يهتم العالم وألا ينظر العالم إلى ما يحدث في غزة. لا يمكن هذا يعني الذي يجري، إلى أحد يستطيع ولا تستطيع حكومة نتنياهو أن يعني مهما فعلت في أي منطقة أخرى أن تغض طرف العالم عما يجري في غزة. يعني الصورة التي تأتي من القطاع ما زالت نفسها منذ 10 شهور، وقوات الاحتلال الإسرائيلي تعمل يعني كل الجرائم هناك، ولا يعني أما ما يعني ما جرى في لبنان اليوم أو حتى عندما ضربت اليمن يعني ضربات سريعة وفقط من أجل أن توصل رسائل بأن يدها طويلة، ولكن كل أنظار نتنياهو وحكومته على غزة في محاولة للوصول إلى الأسرى الإسرائيليين المحتجزين والذين يعني حتى الآن منذ 10 شهور لم تستطع الوصول إليهم، وأيضا يعني إبقاء السيطرة الإسرائيلية على القطاع رغم يعني حالات التجويع والمجازر المرتكبة وكل المشاهد المؤلمة، لا تستطيع إسرائيل مهما فعلت في أي منطقة أخرى
يعني أن تبعد أنظار العالم عما ترتكبه في قطاع غزة، لأن يعني المعركة الحقيقية بالنسبة إليها هناك لاستعادة هؤلاء الأسرى، وكذلك فرض يعني الشروط الإسرائيلية والوجود الإسرائيلي في قطاع غزة. نعم. طيب أعود مرة أخرى إلى ضيفي من بيروت السيد عدنان منصور. سيد عدنان، غدا اجتماع لمجلس الوزراء اللبناني، بكل تأكيد كانت هناك خلال الأيام الأخيرة منذ عملية مجد الشمس وحتى اليوم قنوات اتصال مفتوحة ما بين الحكومة والأطراف اللبنانية وما بين حزب الله عن طريق قنوات الاتصال المعروفة. برأيك ما الذي أوصلته أو أرادت أن توصله الحكومة اللبنانية إلى حزب الله فيما يتعلق بهذه المواجهة؟ كل ما هناك أن الحكومة اللبنانية تنقل برسائل من الخارج للحزب على أساس تهدئة الوضع، فيما إذا قامت إسرائيل بعمل عدواني محدود على أن المقاومة لا ترد. المقاومة في لبنان لا تأخذ بالاعتبار ما يطلبه الخارج منها، هي حددت سياستها منذ البداية أن العمليات العسكرية التي كانت تجري في جنوب لبنان كانت ضمن ضوابط وقواعد اشتباك محددة. بقيت هذه القواعد لمدة 3-4 أشهر، فيما بعد إسرائيل أرادت أن توسع من نطاق عملياتها، بدأت تقصف خارج قواعد الاشتباك، خارج الإطار الجغرافي الممتد من 5-7 كيلومترات من الحدود الفلسطينية المحتلة إلى لبنان. إذن اليوم ما حصل هو في قمة توسيع العمليات العسكرية لإسرائيل، والمقاومة كانت واضحة منذ البداية أن أي عمل عدواني إسرائيلي سيقابل بالرد. ولكن كان نفس الأمر، نفس المشاهد، وأعتذر للمقاطعة سيد الوزير، كان في عملية اغتيال صالح العروري، ووقتها خرج حزب الله وقال بأن هذه العملية لن تمر مرور الكرام، ومرت مرور الكرام. لا، لم تمر. هناك كان فيما بعد حصل تصعيد عسكري، وهناك كان ضربات للمقاومة، ونحن نعلم اليوم بعد 10 أشهر يعني لأول مرة في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي منذ عام 48 حتى اليوم، لأول مرة تخلى القرى في شمال فلسطين المحتلة، لأول مرة أكثر من 100,000 مستوطن غادروا الأراضي. هذا ماذا يعني؟ كل المواقع العسكرية في شمال فلسطين ضربت من قبل حزب الله، رغم أنه إسرائيل كانت تقوم بتوسيع العمليات العسكرية. واليوم ضربة إسرائيل لن تمر بسهولة، إن لم ترد المقاومة غدا سترد بعد غد، ولكن الرد سيحسب وسيكون جديا بمعزل عن كل الوساطات الخارجية. هم يريدون أن يطلقوا اليد لإسرائيل أن تفعل ما تريده، وعندما تفعل ما تريده يقولون للمقاومة أن تكون أن تضبط النفس. هذا الأمر لن يمر. هذا الأمر يعني المعادلات أو القواعد الاشتباك السابقة التي كانت الماضي تغيرت على الأرض. قالت المقاومة بوضوح تقصف مدنيون مقابل مدنيون مقابل مدنيين، مطار مقابل مطار، منشآت حيوية مقابل منشآت حيوية. إلى أي مدى هناك إجماع داخلي بين القوى المدنية اللبنانية على هذه المعادلة؟ بالنسبة للبنان هو في خلافات سياسية في الداخل مثل أي بلد في العالم، خلافات سياسية حول مواضيع معينة، ولكن عندما يكون هناك عدوان على لبنان سنرى الجميع يلتفون حول المقاومة، الدولة والجيش والشعب، لأنه عندما يكون هناك عدوان لن يقف أحد من اللبنانيين مكتوف الأيدي مطلقا. هذا أمر يتعلق بسيادة لبنان، بسيادة الوطن. هذا العدو له شهية، العدو الإسرائيلي لن يتوقف منذ عام 48 وحتى اليوم، هو يريد أن يحقق الأمن على حساب السلام، وقالها مرارا، وقالها زعماء وآخرهم نتنياهو، السلام الأمن في المنطقة يتقدم على السلام، يعني إسرائيل تريد الأمن، سلام الأمر الواقع، ولا تريد السلام القائم على العدل. لا تريد أن تعترف أن هناك دولة فلسطينية، لا تريد أن تعترف أن هناك شعب فلسطيني.
هي تريد أن تختزل القضية من أساسها. لذلك نحن اليوم في مواجهة، هذه المواجهة لن تتوقف. لن تتوقف طالما أن العدوان مستمر. طيب اسمح لي سيادة الوزير وضيوفي الكرام، أتحول مرة أخرى إلى بيروت ولكن عبر الهاتف مع الأستاذ صلاح سلام رئيس تحرير جريدة اللواء اللبنانية. أستاذ صلاح هل أنت معنا؟ طيب سنعود إليه من جديد. أتحول لدكتور طارق فهمي. دكتور طارق، يعني أكيد في حال اتخاذ إسرائيل وبنيامين نتنياهو عقد اجتماع عاجل لأعضاء حكومته منذ قليل للنظر في تداعيات العملية الأخيرة على حارة حريك في الضاحية الجنوبية قبل المضي قدما في توسيع الحرب، برأيك ما هي الإشارات التي ينتظرها كل من نتنياهو أو إسرائيل إن كانت تنتظر إشارات أو ضوء أخضر أو حزب الله من أجل الرد بشكل قوي أو توسيع دائرة الرد من الأطراف الإقليمية الأخرى في المنطقة؟ هو بالتأكيد طبعا هناك يعني ترقب من قبل الطرفين لسلوك الطرف الآخر، وهي قضية حزب السعادة يا أستاذ عمرو، ليست القضية عدة أيام وما إلى ذلك. ومن الواضح أنه هناك أشعر الدكتور طارق أن 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 أنك تقرأ دلالات معينة، هذه للمرة الثانية تقول بأنها مسألة ساعات وليس أيام وأن المواجهة ستتصاعد خلال الساعات القادمة، كررت هذا مرتين يعني. بالتأكيد لعدة اعتبارات، لأنه الوضع في إسرائيل الآن وما يجري في إسرائيل يشير بطبيعة الحال إلى عمل عسكري، وعمل عسكري ليس تدريجيا ولا يندرج تحت قواعد الاشتباك الماضية أو السابقة التي تتغير على أرض الواقع. يعني قواعد الاشتباك بتتغير بصورة كبيرة. الشواهد التي أستطيع أن أحددها، واحد أن هناك تصديق كامل تم على عملية في لبنان، وهذه الأمور تم التصديق عليها منذ عدة أيام وتم التأكيد عليها خلال الساعات الأخيرة في اجتماع الحكومة المصغرة اللي هو البديل لمجلس الحرب اللي تم حله من قبل. النقطة الثانية هو التفويضات التي منحت في سابقة حتى في حرب غزة لم يحدث هذا لوزير الدفاع ولرئيس الوزراء الإسرائيلي، وبالتالي حسم الأمر أمام أي خلافات موجودة بين المستوى السياسي والعسكري. النقطة الثالثة هو أنه لا يوجد خلافات ما بين المستوى العسكري والمستوى السياسي بشأن إتمام عملية في على حزب الله، لكن المشكلة في طبيعة العملية ومراحلها وإطارها الزمني والأهداف الموضوع عليها. النقطة الرابعة هو وقوع حكومة نتنياهو تحت ضغوطات حقيقية من الجمهور الإسرائيلي، لأن هذا الجمهور الإسرائيلي يريد الحرب على حزب الله، لأنه هناك هاجس مرتبط بسبعة أكتوبر من قبل حزب الله، فهناك مخاوف حقيقية. في شهر 9 من المفترض أنه ألاف المستوطنين يعودوا إلى منازلهم، وبالفعل كما أشار. طيب دكتور طارق أعتذر جدا جدا للمقاطعة، سأعود إليك لاستكمال هذه الجزئية. أعتذر جدا منك دكتور، ولكن أعود إلى بيروت عبر الهاتف، من هناك معي السيد صلاح سلام رئيس تحرير جريدة اللواء اللبنانية. سيد سلام أهلا بكم، يعني ما هي آخر الأخبار التي وصلتكم حول التفاعلات السياسية بعد هذه الضربة الإسرائيلية الأخيرة في الضاحية الجنوبية؟ مساء الخير. أولا الواقع أن التطورات متسارعة حاليا في بيروت، سواء على المستوى الأمني أو على المستوى السياسي. هناك الترقب بصدور بيان من حزب الله حول نتائج هذه الغارة، وهل أصابت الهدف بتاعها أو أخطأت. حتى الآن المعلومات متوافرة أن هذه الغارة أخطأت الهدف ولم يصاب المسؤول القيادي في حزب الله في هذه العملية. على المستوى السياسي هناك جلسة دعوة سريعة لمجلس الوزراء لانعقاد غدا صباحا لتدارس الوضع والتعاطي مع تداعيات هذه الغارة التي خرقت الخطوط الحمراء لقواعد الاشتباك المعمول بها بين حزب الله وإسرائيل منذ عام 2006 بموجب القرار 1401، وتعتبر يعني بما ثبت يعني تصعيد خطير على مستوى المواجهة الدائرة بين حزب الله والدولة الإسرائيلية منذ 8 أكتوبر الماضي. لذلك نحن في حالة ترقب حاليا لأولا لصدور بيان من حزب الله حول نتائج هذه العملية يؤكد أنها الغارة أخطأت أهدافها، وثانيا
لمعرفة كيف سيكون رد حزب الله وما حجمه، خاصة وأن أيضا محاور أخرى أبدت استعدادها للمشاركة في الرد على هذه الغارة على الضاحية الجنوبية وعلى مركز قيادي كبير لحزب الله في بيروت. سمعنا من أطراف كثيرة تطالب، أطراف لبنانية تطالب حزب الله بضبط النفس والتأني في الرد، إلى أي مدى هناك إجماع داخلي لبناني على هذا الأمر سيد سلام؟ ليس هناك إجماع لبناني أصلا على المواجهة الدائرة طول 9 أشهر بين الحزب والدولة العبرية، لأن هناك انقسام بين اللبنانيين بين مؤيد ومعارض لمثل هذه المواجهة، خوفا من تورط لبنان في حرب هو ليس مستعدا لها، وأوضاعه الداخلية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية غير مؤهلة لخوض مثل هذه الحرب. ولكن اليوم في أمر واقع يفرض نفسه على الوضع اللبناني، وبالتالي يعني عملية المواجهة وعملية الصعيد أصبحت أمر واقع. ولكن هناك حرص أيضا من جانب حزب الله على عدم الانشراح إلى حرب مفتوحة وشاملة مع الجانب. تشعرون ذلك سيد سلام؟ أي واضح، واضح من مواقف وتصريحات واتصالاتنا مع المسؤولين في الحزب أن الحزب ليس في وارد يعني خوض فتح الجبهة وإعطاء نتنياهو مبررا لفتح حرب شاملة مع لبنان ليغطي فشله في الحرب على غزة، لأنها لم تحقق أهدافها لا على مستوى تحرير الرهائن ولا على مستوى القضاء على قيادة حماس. فهناك نوع من تهرب من جانب نتنياهو إلى الأمام، الهروب إلى الأمام لتغطية ما أصابه في بالنسبة للحرب في غزة. أنا أعتقد أن التصعيد اليوم هو جزء من التكتيك الذي يتبعه نتنياهو لتطويل أمد الحرب في غزة وفي جر المنطقة إلى حرب شاملة، لأنه الشروط الأخيرة التي طرحها في مفاوضات صفقة الهدنة مع حماس نسفت كل التقدم الذي حصل في الأيام الأخيرة وعادت الموضوع إلى نقطة الصفر. فإذا هناك مخطط واضح من جانب نتنياهو وفريقه اليميني المتطرف بتمديد أمد الحرب سواء في غزة أو مع لبنان. أشكرك شكرا جزيلا من بيروت الأستاذ صلاح سلام رئيس تحرير جريدة اللواء اللبنانية. وأبقى في بيروت هذه المرة، نعود إلى مراسلنا مصطفى عبد الفتاح المتواجد في الضاحية الجنوبية في بيروت، يبدو أن لديه ربما أرقام أو أخبار جديدة، إليك مصطفى. نعم بالفعل، يعني هو ارتفاع لأعداد المصابين والتي وصلت وفقا للمصادر الطبية في وزارة الصحة اللبنانية إلى حوالي 68 مصاب من المصابين الذين وصلوا إلى 5 مستشفيات داخل العاصمة اللبنانية بيروت. معظم هذه الإصابات وصلت إلى مستشفى بهمن، وهو المستشفى القريب من المنطقة التي كانت قد شهدت هذه الحادثة من الاعتداء لقوات الاحتلال الإسرائيلي على هذه المنطقة في الضاحية الجنوبية الواقع في العاصمة اللبنانية بيروت وقريبة من مطار بيروت في الطريق إلى مطار رفيق الحريري. هذا الطريق هو المؤدي إلى مستشفى بهمن، وهي المستشفى التي تضم أعداد وغالبية المصابين الذين وصلوا من منطقة الاستهداف، وهذا الطريق أيضا هو المؤدي إلى مكان الحادث والذي ما زالت قوات الدفاع المدني تتواجد فيه في محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من المصابين والمباني التي تم استهدافها. وإن كانت هذه المنطقة هي منطقة في الأصل تابعة وتضم أعداد كبيرة من بحار تلك الوقت، ولكن على أي حال هناك ما يقرب من 68 حالة من مصاب وصلوا إلى المستشفيات الخمس، وغالبية المصابين كما ذكرت هم في مستشفى بهمن ومستشفى الرسول الأعظم ومستشفى الزهراء، وهناك مستشفيات أخرى تضم أعداد أخرى من المصابين. وأيضا الأرقام وفقا للمصادر الطبية اللبنانية هي أرقام مرشحة للزيادة حتى الآن. الأجواء بشكل عام هنا في المنطقة القريبة من موقع الاستهداف هي أوضاع حذرة، هناك هدوء حذر في هذه المنطقة بعد الانتشار الأمني الذي فرضته السلطات هنا في لبنان
لفرض الأمن في العاصمة اللبنانية بيروت. نعم. سأعود إليك بكل تأكيد مصطفى لمعرفة المزيد من المستجدات لديك على الأرض وأنت في قلب الحدث في الضاحية الجنوبية في بيروت، لكن أعود إلى القاهرة تعقيب من دكتور طارق فهمي قبل أن أتحول إلى السيد تأثير نصر الله من نابلس في الضفة الغربية. دكتور طارق، يعني ضيفي الأستاذ صلاح سلام رئيس تحرير جريدة اللواء اللبنانية قال بأن حزب الله مع الأطراف اللبنانية يعي جيدا بأن إسرائيل تحاول جر لبنان إلى حرب ليس مستعد لها في هذا التوقيت. برأيك إلى أي مدى ترى بأن حزب الله بالفعل يعني مقتنع بهذا الأمر ولديه هذا الحذر من الانجرار؟ هو بطبيعة الحال أستاذ عمرو الحزب الله لا يريد الدخول في مواجهة ولا يريد أن يغير حتى من قواعد الاشتباك، وبقى كل هذه الأشهر من عمر المواجهة في قطاع غزة بعيدا، جبهة إسناد ليس أكثر، وتحليل مضمون طبعا المواقف الحزب الله طوال المواجهة يشير إلى هذا. لكن القضية ليست في حزب الله، القضية في إسرائيل. القضية في إسرائيل أن الحالة العامة في إسرائيل تدعو إلى الدخول في مواجهة، ومواجهة غير تقليدية مع حزب الله، ومحاولة لدفع حزب الله إلى حافة الهوية. وهذا هو المخطط الذي يقوم به نتنياهو الآن بعد أن صف كل الخلافات مع المجموعة الموجودة سواء في المستوى العسكري أو حتى المستوى السياسي وحيد بهم. وجزء من مما يجري هو محاولته لتغيير قواعد الاشتباك، هل ستكون عملية عسكرية شاملة أم عملية محدودة؟ حتى الآن الحديث عن عمليات نوعية تكتيكية في عمق المناطق المستهدفة وفق بنك الأهداف المستجد ليس بنك الأهداف القديم، وبعيدا عن موضوع الردع والردع المقابل، هذه أمور لم تعد موجودة على الأرض في المواجهة المرتقبة. لكن الجديد هو أنه يريد أن ينفذ استراتيجية جديدة، وهي استراتيجية محاولة لجر الحزب إلى هذه المواجهة. لحظة الرشادة تقول أستاذ عمرو أنه الحزب لن ينجر، لكن بطبيعة الحال قد ينجر بالفعل نتيجة لأن المواجهة قد تحدث الأمور الميدانية بالضبط، يعني ممكن أن الأمور الميدانية قد تدفع للرمز، يعني بصرف صحيح. النظر عن ممكن أن يتم، وبالتالي أعتقد أنه نحن ذاهبون، وأكرر العمل عسكري، وهذا العمل العسكري إسرائيل ستقوم به، ومن الواضح أن هذه استعدادات كما كنا نقول في حرب غزة تدريجيا هو يريد أن يغير من قواعد الشبكة. هناك ضغوطات، هناك حالة من قبل شهر 9 لابد أن تنتظم الأمور في هذه الكرة التي غادرها آلاف المستوطنين، هناك 30 يوم فقط يعني في هذه الجزئية. يعني عذرا دكتور، يعني أيضا نشرك معنا السيد تأثير في هذه الجزئية، هل يستطيع بنيامين نتنياهو تتصور سيد تأثير أن يحسم هذا الأمر وأن يهاجم حزب الله، وأن لا أقول يقلم الأظافر، ولكن أن يسوي الأمر مع حزب الله في بحر 30 يوم فقط لكي يعود سكان القرى الشمالية أو المستوطنات الشمالية وكريات شمونة وهذه المستوطنات الإسرائيلية إلى منازلهم؟ هل تتوقع أن يصمد أو يغامر بنيامين نتنياهو بهذا الأمر؟ لا يمكن. أنا أعتقد بأنه يتجنب خلال العشرة أشهر الماضية وحتى الآن يتجنب خوض حرب شاملة مع حزب الله، وهو يريد أن يحافظ على يعني قواعد الاشتباك القائم، لأنه يخشى ما يخشاه أن يحدث كما حدث في 7 أكتوبر، أن يحدث الساحة الشمالية أو الجبهة الشمالية، أن يقوم حزب الله بالدخول عبر الأنفاق أو عبر أي طرق أخرى إلى هذه المستوطنات المقلاة الآن منذ 10 شهور لا يوجد هناك مستوطن، يعني يحاول أن يحافظ على هذا الأمن المفقود ويدفع حتى وإن كان ظاهري. نعم، ولكنه لن يستطيع الآن أن يخوض حربا جديدة مع حزب الله وهو يخوض حرب في قطاع غزة ومعظم قواته هناك، وهو حتى الآن منذ 10 شهور لم يحقق أي هدف من أهداف الحرب التي وضعها. حماس ما زالت يعني تقاتل، وكذلك الأسرى الإسرائيليون ما زالوا في الأنفاق، لم يستطع أن يحرر أي منهم خلال هذه الأشهر. ولكن الضغوط، يعني سيد تأثير، يعني كيف تقيم ضغوط الشارع الإسرائيلي الآن؟ هل تراها تتناسب مع حجم الفشل
الذي لحق بإسرائيل وببنيامين نتنياهو وبالجيش الإسرائيلي 10 أشهر كما تقول الأسرى في الأنفاق، 10 أشهر بدون أي نتيجة، مليارات الدولارات قد أنفقت على هذا العدوان ولم يأتي بأي نتيجة ولم يحقق أي هدف. برأيك هل رد فعل الشارع الإسرائيلي يتناسب مع حجم الفشل؟ لا، يعني رد الفعل الإسرائيلي يتم استيعابه بسهولة من قبل نتنياهو، هو يعني شخص لعوب، وعندما زار الولايات المتحدة هو كان يعني خلال هذه الزيارة يخاطب المعارضة الإسرائيلية بأنه هو الرجل القوي وهو الذي يستقبل استقبال الفاتحين والأبطال في أمريكا، ودعمته هذه الزيارة دعما كبيرا، وكان ينتصر فيها على المعارضة وحتى على الاحتجاجات التي كانت في شوارع تل أبيب وفي القدس. يعني هذه الاحتجاجات يعني تعلو ومن ثم تنخفض، لأن يعني الأحداث متسارعة، وهو يعد يعني عائلات الجنود المختطفين بأن هناك جهود تبذل ولقاءات في مصر وفي الدوحة وفي روما وفي باريس يشغل الرأي العام الإسرائيلي. واليوم يعني عندما يعني ضرب لبنان والضاحية الجنوبية أيضا قد يكون هذا يعني رسالة إلى الإسرائيليين بأنه يعني يواجه خطر وجودي على إسرائيل من لبنان، أو حتى عندما ضرب اليمن أو في سوريا وهو يقول أنه يخوض حرب على 7 أو 7 جبهات. لذلك يعني كل ذلك يحاول أن يثير الرعب والخوف لدى الإسرائيليين حتى يبقوا في حالة داعمة لكل هذا العدوان الإسرائيلي، ولكن أعتقد بأنه لن يستطيع القيام بكل ذلك دون أن يتم إحداث احتجاجات كما جرى يوم أمس. ويجب أن لا نقلل من ما جرى يوم أمس في سجن بيت ليد، عندما يعني بن غفير دعم الشرطة والمواطنين وكل من أجل اقتحام السجن، هذا بالنسبة إليهم حدث يعني خطير، ولذلك يعني وجه الأنظار مباشرة إلى لبنان حتى يخفف من وطأة ما يجري في الساحة الداخلية الإسرائيلية التي هي الأخرى يعني يعاني المستوطنون على حدود غزة، وهناك إخلاء لهذه المستوطنات، وكذلك على الساحة والجبهة الشمالية في الحدود اللبنانية الفلسطينية. إذن هو يعاني ويدفع ثمن، ولكن يواصل هذا العدوان حتى لا يذهب إلى لحظة الحقيقة التي هي آتية لا محالة بمحاكمته وأيضا بخروجه من القلب السياسي. هكذا أظن مصير هذا المجرم. طيب اسمحلي أنتقل في تعقيب أخير لضيفي من القاهرة دكتور طارق فامي. يعني المناورة، يعني السيد تيسير وصف بنيامين نتنياهو بأنه لعوب، رغم كل هذا الفشل هو يلعب ويتلاعب بكل الأطراف سواء في داخل إسرائيل أو في خارج إسرائيل. إلى أي مدى سيستطيع يعني أن يتلاعب إلى ما لا نهاية؟ هل يستطيع أن يستمر في هذا الأمر؟ هو بالتأكيد طبعا، لكن لا تنسى أنه الجمهور الإسرائيلي أصلا جمهور متطرف، في وفق استطلاعات الرأي الأخيرة التي جرت في إمكانية الحرب على أكثر من جبهة، أفاد أكثر من 85% في وفق تقرير الـ INSS اللي صادر من كم يوم، أنه الشعب الإسرائيلي يريد أن يستمر في المواجهة، وبالتالي هو يتعامل مع المنطق مع الإسرائيليين بمنطقين، المنطق اللي هو يستمر في العمل العسكري ربما سيكون له نتائجه، وبالعمل السياسي في المفاوضات، وطبعا يعيد ويزيد في كثير من اللاءات ويتلاعب بالجميع. في جزء من هذا هو مرتبط طبعا بنظرية شراء الوقت، هو يريد أن يشتري الوقت للوصول طبعا لخمسة نوفمبر إجراء الانتخابات الأمريكية، ووقتها سوف يكون لكل حادث حديث. لكن المشكلة قد لا تكون مرتبطة بنتنياهو، يعني المشكلة مرتبطة بتقبل المجتمع الإسرائيلي لهذه الحالة. هناك حالة فوضى عارمة في إسرائيل أستاذ عمرو، وهذه حالة الفوضى نتيجة
كل ما يجري، وبالتالي الجمهور الإسرائيلي يتساءل هل القضية تأمين إسرائيل؟ الآن هو يتحدث عن قضية وجود وليس حدود، ويريد أن يقنع الرأي العام والجمهور الإسرائيلي بأنه يقوم بعمل عسكري تحسبا لما هو قادم، وأن إسرائيل تواجه مخاطر على السبع جبهات وليس جبهة حزب الله. في النهاية القوة الإسرائيلية، القوة العسكرية هي التي ستحكم. لدى إسرائيل للأسف أن نقول أستاذ عمرو وفرة قوة، هذه القوة هي لابد أن توظف ليس تجاه حزب الله ولكن أيضا تجاه اليمن وتجاه أي منابع تهدد أمن إسرائيل وفق لي هذه المقاربة لنتنياهو. أشكرك شكرا جزيلا ضيفي من القاهرة دكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، وكذلك الشكر موصول لضيفي من نابلس السيد تيسير نصر الله عضو المجلس الثوري لحركة فتح الفلسطينية. شكرا جزيلا لكم ضيفي الكريمين. مشاهدينا بعد فاصل قصير ربما تأتيكم زميلة أمل بالمزيد من التغطية، ولكن نترككم الآن مع هذه المشاهد التي تأتيكم على الهواء مباشرة من الضاحية الجنوبية في بيروت.